السلام البنات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله جيت نتقاسم معكم كيفاش كنظم البلاكارات ديالي والسلعه ديالي، كيفاش منظمات اللي خدامه بهم. مرحبا بكم البنات، واللي عجبكم هذا الشيء تابونا ودخلوا القناه ديالي قناه ام لطفي. ومرحبا بكم البنات، نبداو البنات مع بعضياتنا. هنا البلاكارات هما البنات، بلاكارات الفوق. غنفتحوا اول بلاكار البنات، كنخزن فيه السلعه ديالي. هانتوما البنات، نشد لكم بلاكار. عندي جوج ديال الاشكال ديال المنظمات البنات، عندي هذوك التحتانيين البنات شوفوا، وعندي هذوك الفوقانيين المنظمه فيهم القطاني ولي بات وكسكسو شعريه الصينيه، وهذو البنات السكر اتاي حتى هما لي بات، داكشي ديال الحلوى. كلشي عندي هنا البنات منظم، نتوما البنات كتشوفوا كيبقى كلشي البنات منظم، ما كنخلينا حتى حاجه في الكرتونه ديالها البنات. اي حاجه كنملاو كنديرها في لي بواط، وكن نحيد لهم الكرتون والميكا، ما كنخلي حتى حاجه في الكرتون تاعهم ولا في ميكته. شوفوا البنات، وهنا هادي عندي هنا لي بواط ديال الكونسيرف، ها هما عندي في هاد البنظيمه شفتوها. انا عندي السكر كنحطو حدايا قريب ليا، وهادشي ديال الفطور البنات ها هما، وهذا هاد الشاي الخاص البنات ب ليبتون وكاع داكشي ديال الاسترخاء. والفوق كاع البنات هانتوما بلاكار الفوق، عندي البنات دوك المنظمات غديره فيهم بيمويات ديال ولدي الفرماج، داك ديك عندي الشوكولا راها ديال باش تصايب الحلوى، الزبيب والبرقوق، المهم بزاف اي حاجه عندي كنديرها في هاد المنظمات البنات. كيف كنعرفهم كل حاجه اشنو فيها. دابا البنات غنمشيو نشوفو هاديك الشيء اللي تقديناه البنات ديال دابا غنمشيو ديك الشيء اللي تقدينا ديال الثلاجه اللي كيدار في الثلاجه البنات. شوفوا البنات راه عندي داناو تما، عندي ديك الكونفيتور اللي صايبنا البنات، ها هو ديال هذا ديال الليمون البنات، شوفوا ليا لي كونفيتور الليمون، وهذوك القريعات الصغار البنات شوفوا كي جاوا كونفيتور الليمون. وهنا البنات ديك الكونفيتور القرعاد حولته درته في هاد القريعات الصغار، شوفوا البنات اللوين ديالو كي داير. وهنا البنات لداه عندي ديك الزيتون، دوك البواطات البنات اللي خدينا ديال خاصين البارح اللي قلت لكم ديال الزاج، درت فيهم الزيتون ها هما. عندي هنا الفرماج في هاد البواطه، هادي فيها الزبده والعسل، هذا ديك الزيتون مقطع. هنا داك الشوكولاته البنات اللي صابنا مع بعضياتنا ديال الدهن، ها هو عندي هنا هادي البنات كندير فيها دانونات شفتيها، عندي الحليب، وهذه عندي ديال البيض. عندي البنات هاد المجر الثلاجه، هاد المجر البنات كيتسمى يكون زيرو دوغري، هاد المجر البنات كتقدر مثلا الدجاج واللحم وداكشي يجلس فيه حتى سيمانه بلا كونجيلاتور، ما كطرى له حتى حاجه. هادشي ديال الاجبان وفرماج شاركوتري اي حاجه زبده كتبقى فيها طريه حتى مده شهر وكثر، الجبن كلشي كيبقى فيها مزيان. وهنا البنات عندي المجر كبير، عندها مجر كبير هاد الثلاجه البنات، شوفوا قداش عالي يهز ليا الخضره كامله اللي بغيت. وانا نشارك معكم البنات هاد الطريقه. عندي الدنجال شوفوا البنات كنغلف بابي سيلفي بالفيلم اليمونتير، ما كتبقى الحاجه مزيانه. ها الخص عندي البنات هنا حتى هويا، ها هو كيبقى مزيان حتى هو كنغلفو. الدنجال البنات حتى هو الخيار البنات حتى هو كنغلفو كيبقى مزيان. وهنا البنات داكشي اللي خدينا ديال لي صوص والخل والخل التفاح، وهذا البنات واحد لاصوص زوين البنات اللي لقاها صوص بيستو، كتكون مصايبه بالحبق ديال البنات اللي كتجي مع الدجاج كتجي رائعه. دهنيها في الدجاج وديريها الفران ما تشبعيش منه. هنا البنات عندي القهوه ديالي اللي كنشرب، وعندي دوك البواطات البنات اللي شرينا البارح مع بعضياتنا وقلت لكم راه زوينين، ها هي درت فيها كنور شوفي.
هادي البنات فيها شاركوتري، وهادي فيها ديك الدويمات ديال الزعفران. كيجيو هنا في الباب البنات كيجيو منظمين وزوينين الا لاحظتوا. هنا الفوق عندي الدو ديال عمر، وهنا البنات ما تبقى من السلعه البنات كنديرو هنا بحال الزيت. راه الزيوت اللي شرينا زيت البلديه، هاد البرميل هذا عندي فيه الزيتونه البنات، عندي هنا الثومه، وهاد المنظمه البنات الا انتبهتوا شوفوا راه عندي فيها تمايا مطيش هاد الحاك، عندي اتاي، عندي ديك سوليس، عندي ناباج والغليكوز، عندي البواطات لداخل ديال المايس ديال الطون، كلشي عندي فيها تما في ديك المنظمه. ها هما هنا لتحت البنات، و لي برودوي البنات ديال هنا. هاد هنا تحت الحوضه البنات كتكون البوطه، عندي الطاجين والمجمر، وعندي هاد المنظمه البنات لاحظتوا، عندي هنا هاد المنظمه البنات هنا دايره فيها باي باي، ودايره فيها الشيتات ديال فاش كان بغينا نحكو شي حاجه، عندي جوج ماركات منهم. وهنايا هادو البنات فيها بلاستيك الغذائي، الكاريطه ديال الطبخ، فيلم اليمونتير، ديك الكاريطه ديال دي كان ديال كنشوي فيه الدجاج، كلشي عندي هنا البنات. دابا البنات ندوزو نوريكم هاك، شوفوا الكوزينه، جاو هذه الشبكه ديالها هي ديما خاصها تكون خاويه. عندي ليه البوطه البنات، عندي فوق منها لاهوط، وعندي تما حاطه العجان، ورا الثلاجه ليه دخلت الباب ها هي، والبلاكارات البنات ها هما توريتكم. غنبدا معكم من هنا البنات، شوفوا هذا عندي هنا جا قريب للباب البالكون، في دايره فيه هاد القنبوره، هادو ديال الاسفي زوينين. عندي هادي البنات كي كنقول لكم كنشارك معكم، خصني ديقه راه فيها العامره قربت تعمر، فيها الفرانكات شقفه، وفيها الوراق، وفيها ميزانيه. وهي البنات عندي الزاج، ديك اللعيبات الصغيورين تاع لي صوص، وديك السكريه، وهنا البنات عندي فوق كاع البنات كاينين لي مول، فوق منهم تحت منهم الطاسات والشباكيت الميكا، وهنا كل ما يخص رضاضة عمر الطاسات ديالو اللي كيمشي للمدرسه. وهنا البنات الفوق كاع لا لاحظتوا شوفوا، عندي ديك السوبيره اللي شرينا اللي شريت من مرجان هي والتبصيل، ديك ديال الزيت اللي كتحط فوق الطبله والخل، عندي زلايف تما، عندي البرارد، عندي لوركيسان خاصين ديال القهوه كحله، وهنا عندي البنات كيسان داتاي، دوك زليفات ودوك القريعات كاس ديالي فاش كنشرب القهوه. وهنا البنات هانت عندي هاد المنظمه دايره فيهم الطباصل، هي عندي الكيسان ديال العصير، كيسان ديال الماء، طويجنات، ودوك ديال البلانشي البنات اللي كنحطو فيهم بعض الخطرات غنسيرفي فيهم شي حاجه فوق الطبله. والفوق البنات عندي الترموسات والسوبيرا وزلايف طباصل، كيسان ديال العصير راهم اللور، وكاس العصير اخر كبير بولادو، عندي دوك الكيسان ديال البلاستيك البنات معاشقهم فراشتهم وماسهم كنديهم للنزهه وطباصلهم ها هما عندي تحت السوبيرا. وعندي هاد المنظمه البنات جامعه فيهم جمعة فيها المعاشق ماس فراش داكشي خاص بالضيافه البنات كنديرو هنا باش ما كيتخلطش ليا مع الاخرين. هنا البنات فوق لاهوط عندي واحد الباب، شوف شنو دايره فيه، فوق كاع كيتحل هكا الفوق، فوق كاع البنات دايره واحد مول ديال الكغاطان، وهاديك المول ديال الكيكه، وعندي هنا هادي ديال العطريه، وهنا عندي هادو ديال اتاي والسكر والقهوه، راه ديال البديع البنات كيبانو بحال لابروس. وهنا عندي دوك قريعات ديال الاعشاب بون سيما والثومه، وهنا العطريه، وباقا حتى عندي قراعي اخرين اللور، العطريه اللي كتكون كثيره كنديرها هنا وكنبقى نعمر منها دوك هاد القراعي الصغار. وهنا البنات الا لاحظتوا عندي داك الروبو راه الفوق اللي متعدد الاستعمالات، فيه العصاره، فيه مولينيكس، فيه الكاس الكبير، فيه كل شيء.
وهنا عندي البنات كاسرونات سيرفيس الكاسرونات، وهذيك ديال اللي كان الحكاكه ديال ما ديال الخيزو وديك الشيء، هذوك الدواز مقلات جوج طيفال، وعندي هذوك هذيك ديال اللي جامعه فيها المواعن، فيها المعالق المواعن، هاد المغاره في ديك التراب، كلشي في ديك اللعيبه تمايا. ايوا عندي البنات نرجع لكم هنا لواحد فلاكار جا عندي فوق الثلاجه، نتمنى يكون باين لكم البنات، راه طويل كبير. هنا في جوج طبقات، هنا طبقه كبيره، باقي ما جابش ليا المعلم البنات الباب ديالو، باقي خاصو الباب ديالو، الباب ديالو تيكون تيتحل حتى هو الفوق. وهادشي اللي كاين البنات، وكنتمنى هادشي البنات يعجبكم. فوق الباب كاين واحد بلاكار صغير كيتحل بهذا الشكل هكا البنات، فايفي بحال الكوليس، عندي فيه بانيني وعندي فيه كيسان ديال القهوه تما باقيين بالكراتن ديالهم. وهادشي اللي كاين البنات، ولا عجبكم البنات كما تنقول تابونا وديروا لي لايك وبارطاجي، واهلا وسهلا بكم جميعا. بلاصه الاطلاع هي يعني داخله من الباب، شوفوا البنات على منظر ديال الضواو مدينه تطوان. هنا عندي التلفازه، واحد صالامونجي، الثلاجه، والبوطه فران البنات تاع الضو. عندي البنات ما شاركتش معكم الطحين ديالي اللي جبته هو البنات، شوفوا فين درته، واو الحليب. ونختموها البنات بهذا المنظر الجميل ديال مدينه تطوان في الليل، ما اجملها، شوفوا البنات.